تعالوا بقى يا سادة نروح لتصريحات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. دكتور مصطفى قال مجموعة من التصريحات الاقتصادية شديدة الأهمية ولازم نفهمها بالراحة، واعتبرني مش شاطر في الاقتصاد يا عم لو الموضوع ده بيزعلك. دكتور مصطفى حلوة صح؟ يقول لك حط على نفسك قبل ما حد يحط عليك. الدكتور مصطفى مدبولي قال عن الرخصة الذهبية إنها أتاحت البدء في تنفيذ مشروع من خلال موافقة واحدة من مجالس موافقة مجلس الوزراء، وقال إحنا أصدرنا أكتر من 30 رخصة ذهبية للشركات. وحضراتكم أكيد عارفين إن إحنا أصبح في عندنا شركات لتصنيع التليفونات المحمولة عندنا هنا في مصر. الدكتور مصطفى بالمناسبة في ظل هذه التصريحات أو في خضم هذه التصريحات قال رقم يخض بصراحة، قال إحنا كنا، خد بالك من كلمة كنا بنستورد تليفونات محمولة تقريبا بحوالي مليار دولار. أنا لما قريت الرقم اتخضيت، مليار دولار تليفونات، يا نهار أبيض، اتكلم على أكتر من 4 مليار، عشان بس في بعض الصفحات وأنا أراها صفحات تافهة يعني، اتكلم على إن إحنا كنا بنستورد عربيات بأكتر من 4 مليار دولار. حتى انا فاكر لما انا اتكلمت وقلت 4 4.5، قالوا لا هم 3.5، يعني انت فرق معاك المليار ده. بس عموما اهو رئيس الوزراء بنفسه قال تخيل ان احنا في مرحله ما كنا بندفع في العربيات والتليفونات، بنعمل ضغط على العمله الصعبه في قوام تقريبا 5 مليار دولار سنوي. كتير كتير. علشان كده الدوله كلها والحكومه باعتبار ان دي ملفاتها المباشرة بتشتغل طول الوقت على جذب استثمارات أجنبية مباشرة علشان التصنيع. يعني الدولة بتشتغل علشان عايزة تشتغل على تصنيع العربيات، واتكلمنا في ده امبارح. الدولة بتشتغل على تصنيع الكترونيات زي التليفونات المحمولة، الدولة بتشتغل على تصنيع الأجهزة المنزلية وهكذا. 40 رخصة الحمد لله تم منحها. دكتور مصطفى بيكمل في كلامه وقال انه مصر عندها العديد من المميزات اللي تساعد الشركات على العمل، وقال عملنا ووضعنا سقفا للنفقات العامه. دي بقى حته مهمه جدا، خليني اخد معايا على التليفون دكتور محمد باغا استاذ التمويل والاستثمار بجامعه قناه السويس. اهلا بيك يا دكتور. خير يا استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. ازاي الصحه، ايه الاحوال، كله تمام؟ كله بخير الحمد لله، كل سنه وحضرتك بخير وكل مصر بخير. بالصحه والسلامه دكتور محمد. هبدأ بالجملة الأخيرة. دكتور مصطفى مدبولي قال وضعنا سقفا للنفقات العامة، ده معناه إيه؟ ده معناه طبعا إن إحنا عندنا مشكلة مزمنة، وهو العجز المتفاقم أو المتزايد الخاص بالموازنة العامة للدولة. والحقيقة الحكومة قدر الإمكان بتحاول إن هي تحاصر الزيادات اللي هي المفترضة دي، واللي يمكن فيها جزء عايزين نقول إن هو من الممكن اقتصاصه، او من الممكن ان الحكومه يعني تولي هذه المهام او هذه الاعباء الى جهات اخرى زي القطاع الخاص، وده شفناه في تصريحات دوله رئيس الوزراء النهارده. وتركيز الحكومه الحقيقه واصرارها على هذا الامر يمكن هيبان اكثر خلال الفتره القادمه، لما هنشوف ان مزاحمه القطاع الخاص وفقا لوثيقه ملكيه الدوله هتصل الى 65% تقريبا من حجم او جمله الاستثمارات اللي ممكن تكون موجوده في البلد. فده طبعا بيضيف ميزه مهمه جدا، الا وهي طبعا بيكون عندنا موازنه عامه مرنه، بيكون عندنا طبعا ان الدوله او الحكومه بتركز على جزء النفقات اللي فعلا بيقول الى مشروعات استراتيجيه او مشروعات قوميه، واهمها طبعا الانفاق الجيد على البنيه التحتيه او البنيه الراسماليه المتعلقه طبعا بزياده الكفاءه بتاعه المؤسسات او زياده كفاءه الطرق أو زيادة الكفاءة الإنتاجية للوحدات أو المنشآت التابعة للدولة بشكل عام. فده طبعا أتصور أنه هو هيبقى له صدى مهم جدا خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الحمد لله حصل انفراجة مهمة جدا في الاقتصاد المصري، اللي من خلالها طبعا حصل عندنا وفر في العملة الصعبة، حصل عندنا يعني نوع من الضغط اللي قل كتير جدا على المؤسسات بتاعة الدولة فيما يتعلق بسداد المديونية الخاصة بها سواء محليا أو خارجيا. فده طبعا هيضيف ميزة مهمة جدا إن احنا نقدر ننطلق
في قطاعات او في مجالات الحكومه تقدر تركز عليها بشكل قوي جدا، والقطاع الخاص يبقى له دوره في التنميه اللي بتنشدها الدوله بشكل عام خلال الفتره القادمه. طيب بخصوص تصريح دكتور مصطفى ايضا بانه تم منح اكثر من 40 او تقريبا هم 40 رخصه ذهبيه، انعكاس مرونه أو سهولة أو سرعة منح الرخص الذهبية إلى أي مدى يؤثر على جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر؟ دايما يا أستاذ يوسف إحنا لما بنتكلم على فكرة التنمية المستدامة بشكل خاص فأنا دايما بوصفها كده في كلمتين، يطمني ينخف سوا. فأتصور أن التصريحات الدائمة من دولة رئيس الوزراء من الحكومة ومن حتى القيادة السياسية يعني فخامة الرئيس انه دائما مصر دوله فيها فرص واعده جدا وانه موقعها الاستراتيجي يهيئها لكده، فكانت الفكره بتدشين الرخصه الذهبيه، الرخصه الذهبيه بالمختصر المفيد هي الموافقه الواحده، يعني يبقى عندنا موافقه واحده بيصدرها السيد رئيس الوزراء لمشروعات الدوله بتشوف ان المشروعات دي ذات اهميه استراتيجيه او ذات اهميه قوميه، المشروعات دي ممكن تصب في النهايه في مصلحه الامن القومي. المصلحة دي ممكن تصب في النهاية ان الدولة ممكن زي ما حضرتك ذكرت كده في الانترو انه نستغني عن الواردات اللي ممكن تستنزفنا من العملة الصعبة، وتوجه الدولة النهاردة نحو تعميق المنتج المحلي ده بقى مهم جدا وبقى ضروري جدا في موضوع التصنيع والصناعة، وشفنا ليه صدى مهم جدا في ان احنا عندنا الصادرات زادت خلال الفترة الأخيرة، يعني عايز أذكر لحضرتك رقم بس خلال آخر 5 سنوات احنا زدنا 100% عن رقم الصادرات اللي كان موجود قبل ال5 سنوات دي، فده يدل لنا بالارقام على انه في انجاز مهم جدا في ملف الصادرات المصريه، وملف مهم جدا خلينا نركز برضه يا سوزيف على حاجه ان احنا بقى عندنا الفكره بتاعه اعتمادنا على المكون المحلي بدات تتزايد شيئا فشيئا، ان شاء الله نصل خلال 2030 الى ما يقرب من 80% او على الاقل 75% من جمله المكونات الخاصه بالانتاج، وده طبعا هيضيف عندنا بعد مهم جدا في ان احنا بنقلل فاتوره الاستيراد الى اقل مستويات ليها، وبنزود طبعا الصادرات بتاعتنا الى ارقام قياسيه جدا النهارده، وبالتالي بيرفع معدل التشغيل. نعم ده كل ده انعكاسات في النمو، لما بنقول النمو يعني بنقول انه في تشغيل متزايد، في دخول متزايده، في توافر منتجات، في انخفاض في اسعار السلع والخدمات، في حاجات كتيره جدا بنقدر ان احنا نحققها من خلال هذا الامر. ويمكن الربط ما بين كلمه دوله رئيس الوزراء ان هو هيترك القطاع الخاص الفتره القادمه، الدوله يعني هتترك القطاع الخاص الفتره القادمه ان هي تصل الى 65% من حجم او جمله الاستثمارات مع هذه النقطه اللي هي منح الرخصه الذهبيه، اتصور ان الفتره القادمه هيكون فيها تنافسيه عاليه جدا، وكلمه تنافسيه دي بتدي لنا حاجات جميله جدا في البلد، بتدي لنا ان احنا يبقى عندنا جوده في المنتجات سواء سلع او خدمات، ان احنا يبقى عندنا تنافسيه على الاسعار بالتالي تكون الاسعار تنافسيه، ان احنا بيكون عندنا وفر للمنتج في تنافس او في صراع ايجابي ما بين المنتجين وحتى اللي هم يعني عايزين نقول المستثمرين سواء المحليين او اللي جايين من بره، ان هو بيكون في يعني نوع من الصراع الايجابي او التنافس، خلينا نقول التنافس الايجابي ما بينهم وبين بعض، اللي في النهايه بيصب لصالح الدوله، صالح المستهلك الداخلي، وصالح ايضا انه يكون في منتج طالع من مصر، المنتج ده يتميز ان هو في اتقان وفي جوده، وان المنتج ده يقدر ينافس المنتجات الاجنبيه الاخرى. اتصور ان الرخصه الذهبيه كانت طاقه من نور تم تقديمها من جانب القياده السياسيه والحكومه المصريه الى جمهور المستثمرين سواء محليا او خارجيا، ان هي فعلا تطمن المستثمر ان مصر دوله ذات بيئه امنه ومطمئنه، اقتصادها اقتصاد واعد، وانه كمان بنقول انه معدل العائد اللي بيتحقق في مصر مع القله القليله جدا من نسبه المخاطره، اتصور ان ده بيكون فتح شهيه لاي مستثمر ان هو يتفضل يجي مصر ويبقى مطمن جدا على انه حاطط امواله في هذا البلد الامن، وانه استثماراته الحمد لله بتجيب عوائد كويسه جدا مع اقل مخاطر ممكنه بيتحملها. يا رب يا مسهل. انا اشكرك جدا 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 دكتور محمد باغا استاذ التمويل والاستثمار بجامعه قناه السويس.